Hi there. Today I and my buddy Joe English are sending our regards, and we will do the second part of test 38 for third year secondary English. النهارده ان شاء الله هنجاوب الجزء الثاني من اختبار 38 لغه انجليزيه ثالثه ثانوي. So let's share the screen and do just that. Okay. As you know, the second part usually has reading, writing, and translation. We start with the reading. Psychologists tell us that there are four basic stages that human beings pass through when they enter and live in a new culture. This process, which helps us to deal with culture shock, is the way our brain and our personality reacts to the strange new things we encounter when we move from one culture to another. يعني علماء النفس بيقولوا لنا ان هناك اربع مراحل رئيسيه بنمر بيها لما بننتقل للعيش من ثقافه الى ثقافه مختلفه او ثقافه جديده. وديت المراحل دي اللي احنا بنقدر يعني نسيطر بيها على موضوع الكالتشر شوك او الصدمه الثقافيه اللي بتحصل لنا لما بننتقل من بلد لبلد او من ثقافه الى ثقافه. طيب احنا ممكن نقرا اول ثلاث اربع سطور من كل فقره وبعدين نشوف الاسئله ونرجع لو ما عرفناش اجابه السؤال نعمل سكاننج يعني ندور على اجابه السؤال تحديدا. طبعا ممكن تعمل فريزنج دلوقتي تقرا الجزء ده لو انت عايز بالتفصيل وبعدين الجزء الثاني من القطعه قدامك اهوت كده ممكن برضو ان انت تعمل فريز للسكرين وتقرا الجزء ده لو انت عايز. هي دي القطعه اللي قدامنا. اوكي طيب نشوف بقى الجزء اللي هو بتاع اول فقره بيقول بقى يعني في اربع مراحل رئيسيه عشان انتقال من ثقافه الى ثقافه. العقل بتاعنا والبرسوناليتي بتاعتنا يعني بتقدر ان احنا من خلالها نتغلب على الصدمه الثقافيه او الصدمه الحضاريه اللي هي بنشعر بيها لما بننتقل للحياه من بلد لبلد مختلفه تماما. طيب ايه هي المراحل اللي احنا بنمر بيها؟ It may be difficult for us to feel comfortable communicating with people in the new culture. طيب culture begins with the honeymoon stage. أول حاجة اللي هي مرحلة الهانيمون أو شهر العسل زي ما بيقولوا. This is the period of time when we first arrive in which everything about the new culture is strange and exciting. We may be suffering from the jet lag, but we are thrilled to be in the new environment. أول مرحلة من مراحل الصدمة الحضارية أو التغير الحضاري اللي بيحصل إن أنت بتحس في مرحلة الهانيمون أو شهر العسل كل شيء حواليك جميل، بتلاقي الناس بتصرفوا بطريقة مختلفة، بياكلوا أكل مختلف، بيتكلموا لغة مختلفة، فأنت بتشعر بإيه؟ إن أنت مبسوط وسعيد من هذا التغيير الكلي في كل حاجة. يبقى أول حاجة اللي هي مرحلة الهانيمون. طيب تاني حاجة من مراحل الصدمة الحضارية The second stage or culture shock can be more difficult. بتكون أكثر صعوبة. After we have settled down into our new life, working or studying, buying groceries, doing laundry, a home stay family, we can become very tired and begin to miss our homeland, our family, and so on. طيب المرحلة الثانية من الصدمة الحضارية اللي هي بتبقى أكثر صعوبة من الأولانية. ان احنا لما بنستقر في البلد اللي احنا رحنا فيها اما للدراسه او للعمل تبدا انت تشعر ان انت ايه تفتقد بلدك الام وتفتقد اصدقائك تفتقد الاشياء اللي انت كنت بتعملها في بلدك. يبقى المرحله الاولانيه الهانيمون. المرحله الثانيه is more difficult. طيب this period of cultural adjustment can be very difficult and lead to new arrival rejecting or pulling away from the new culture. تمام طيب the rejection stage يعني المرحلة الثانية دي ممكن يبقى فيها عملية rejection، مرحلة ان انت بترفض الثقافة المختلفة ديت، وممكن تكون مرحلة خطيرة وصعبة because the visitor may develop unhealthy habits لانه ممكن يتهرب من الحضارة الموجودة قدامه عن طريق مثلا smoking and drinking unfortunately lead to the person getting sick and so on. يبقى أول مرحلة اللي هي الهانيمون هو مبسوط بإن كل حاجة جديدة حواليه. تاني مرحلة اللي هي بتبقى مور ديفيكلت اللي هي بيسموها كالتشرال أدجستمنت اللي هو بيحاول يعمل أدجستمنت أو يعني يعدل نفسه عشان يبقى متوافق مع الحضارة الموجودة
وبيبقى جزء منها اللي هي ريجكشن ستيج، اللي هو بيرفض هذه الحضاره وبالتالي بينطوي على نفسه، او انه بيبقى مثلا موجود مع بعض الناس اللي هي من نفس الثقافه بتاعته ويتكلم نفس اللغه بتاعته الى اخره، ويرفض الحضاره بقيه الحضاره الثانيه. طيب the third stage، المرحله الثالثه of cultural shock is called adjustment stage. بعد الريجكشن بيسموه adjustment. adjustment اللي هي عمليه ان هو يتاقلم، يحاول يتاقلم يعني. اوكي، يبقى اول حاجه الهاني مون، ثاني حاجه اللي هي الريجكشن، ثالث حاجه اللي هي بيسموها الادجستمنت، ان هي يحاول يعمل تاقلم. ده الجزء الثالث بقى، ذا ثيرد ستيج اللي هي التاقلم او الادجستمنت ستيج. This is when you begin to realize that things are not so bad in the new او the host culture. الاشياء ما هيش سيئه لهذه الدرجه في البلد المضيفه اللي انت بتعمل او بتدرس فيها. Your sense of humor usually becomes stronger and you realize that you are becoming stronger by learning to take care of yourself in the new place. بتصبح اكثر، انت اكثر قوه، شخصيتك تبقى اقوى لانك بتقدر تتعامل مع ثقافه مختلفه وتعتمد على نفسك الى اخره. طيب رابع مرحله من مراحل الصدمه الحضاريه، can be called at ease at last. انت خلاص تاقلمت وان انت تشعر ان انت مرتاح اخيرا. At ease at last يعني مرتاح اخيرا. Now you feel quite comfortable. انت تشعر بالارتياح، ريلاكس يعني، in your new surroundings، في الثقافه الجديده عليك ديت. You can cope with most problems that occur. تقدر تتعامل مع المشكلات اللي ممكن تحصل. You may still have problems with the language. ممكن يكون عندك بعض مشاكل في اللغه. But you know you are strong enough to deal with them. لكن ان انت قوي وتقدر تتعامل مع هذه المشكلة البسيطة. في الاخير بقى في حاجة اسمها المرحلة الخامسة اللي هي reverse culture shock، ودي بتحصل مع بعض الناس لما يجي يرجع بلده في الاخر، زي ما هو بيقول هنا. It occurs when you go back to your native culture. لما بترجع بلدك وثقافتك الاصلية، you find that you have changed and that things are there also changed. Now you feel a little uncomfortable back at home. يعني انت قضيت فتره الوقت في الثقافه المختلفه في البلد المختلفه، وانت عملت بعض التعديلات وبعض الـ يعني التوافق مع الثقافه الجديده، لما تيجي ترجع انت بلدك الاصليه بتشعر ان في عندك صدمه عكسيه، لان البلد اتغيرت وانت نفسك اتغيرت لما عشت في بلد مختلف. لكن هي ديت ما هياش بنسبه كبيره يعني. يبقى الاساس عندنا الاربع مراحل من الصدمه الحضاريه وفقا لهذه القطعه. الاولانيه بيسموها الهاني مون، ان انت كل شيء جميل في الثقافه الجديده، كل حاجه جديده، الاكل جديد، اللغه جديده، فانت بتبقى مبسوط واكسايتد يعني فرحان. تاني حاجه اللي هي مرحله الريجكشن، ودي مرحله صعبه، بتحاول ترفض هذه الثقافه كليتا وتنغلق على نفسك، وبعض الناس بيشوف يعني بعض الاشخاص من نفس ثقافته يبدا يتواصل معاهم ومالوش دعوه بالثقافه الثانيه دي. تالت حاجه الادجستمنت، اللي هي مرحله ان انت بتبدا تعدل نفسك وتتاقلم مع الحضاره الجديده، وتشوف ان انت بقيت اقوى، وانك مهما كان في بعض المشاكل تقدر تحلها. رابع مرحله اللي هي at ease at last، ان انت بقيت اصبحت يعني ريلاكس و خلاص تعودت على هذه الثقافه وتقدر ان انت تعيش فيها بشكل مريح بدون ما تحس بهذه الصدمه الحضاريه. دولت الاربع مراحل الاساسيه اللي بنتكلم عنهم هنا، اللي هي مراحل الصدمه الحضاريه لو واحد رايح يدرس او يعمل في بلد مختلفه عن بلده الام. نشوف الاسئله. When does culture shock happen؟ اول حاجه امتى بتحصل هذه الصدمه الحضاريه؟ الاجابه الصحيحه when you go to live in a foreign culture، اللي هي دي لما بتروح تعيش في ثقافه مختلفه تماما بيحصل لك عمليه الصدمه الحضاريه اللي احنا اتكلمنا عنها. يبقى الإجابة الصحيحة للسؤال 21 هي D. طيب السؤال 22، How do you feel during the first stage of culture shock؟ لسه قايلين من شوية إن أول مرحلة في الكالتشر شوك اللي هي بيسموها الهاني مون، وبالتالي أنت happy and excited اللي هي C. مرحلة شهر العسل في الثقافة الجديدة، إن أنت كل حاجة جميلة وكل حاجة ممتعة وكل حاجة شيقة، يبقى هي أنت بتشعر إن أنت happy and excited، يعني أنت سعيد ومتحمس يعني. يبقى دي أول حاجة بتشعر بيها من مراحل الصدمة الحضارية.
طيب بالنسبة للسؤال 23 يبقى السؤال 22 الإجابة الصحيحة C happy and excited. Number 23 how do you feel during the second stage؟ دي بقى أصعب مرحلة اللي هي second stage. هل بتشعر homesick and afraid ولا interested and amused stressed but positive you have no particular feeling؟ لا هي أول واحدة خالص homesick and afraid، بتشعر إن أنت يعني مفتقد حضارتك الأم ومفتقد الوطن بتاعك والبلد بتاعتك وإن أنت تشعر ببعض الخوف لأنك عايش في ثقافة مختلفة عنك تماما. يبقى أو تاني مرحلة اللي هي أصعب مرحلة اللي هي homesick and afraid اللي هي الإجابة الصحيحة A. طيب number 24 how could the third stage be described؟ المرحلة الثالثة بقى بعد مرحلة الأولانية اللي هي الهانيمون والمرحلة الثانية اللي هي مرحلة الخوف وإن أنت يعني homesick يعني مفتقد وطنك وبلدك، ثالث مرحلة اللي هي تعتبر الأدجستمنت. الأدجستمنت ديت إيه اللي بيحصل فيها بقى؟ أي هو كاتبها نفسها أدجستمنت ولا ريجكشن ولا أنجر؟ لا هي أدجستمنت، تبدأ تتأقلم بقى. المرحلة الثالثة إنك بتبدأ تتأقلم، خلاص هي دي ثقافة جديدة وبلد جديدة فأنت ما عندكش حل غير إنك تتأقلم مع هذه الثقافة الجديدة وتشوف أنت جاي تعمل أو تدرس، يعني تشوف هتعمل إيه في ظل هذه الثقافة المختلفة، يبقى adjustment. يبقى A هي الإجابة الصحيحة للسؤال 24. طيب 25 how do you feel during the fourth stage of the culture shock؟ في المرحلة الرابعة من الصدمة الحضارية إيه اللي بيحصل بالظبط؟ خلاص أنت relaxed. أوكي اللي هي B اللي هو بيسموها at ease at last. يعني انت مستريح اخيرا خلاص تعودت على الحضاره ديت وما عندكش مشكله وانت comfortable يبقى انت relaxed خلاص هادئ ومبسوط وان انت relax يعني لا تشعر بالتوتر بالعكس تشعر بالراحه يبقى be relaxed هي الاجابه الصحيحه. طيب 26 why might reverse culture shock be a problem؟ reverse بقى لما بعض الناس عاشت بره الفتره معينة ورجع بلده هو خلاص تأقلم على الحضارة الجديدة وبلده في حاجات كتير فيها اتغيرت فهو بيشعر بالصدمة لما يرجع في بلده لأن أشياء اختلفت أو اتغيرت عن مكان هو متعود عليه. طب هو بيقول لك why might reverse culture be a problem? It hardly happens. It is extremely stressful. Most people do not expect it. هي بقى ليه بتبقى مشكلة؟ لأن معظم الناس هي سي ما هوش مش متوقع. يعني انت متوقع صدمة حضارية لو رحت بلد مختلفة عن بلدك بتعيش فيها لأول مرة بس هو مش متوقع ان هو when he comes back to his country ممكن يكون عنده الكالتشر شوك دي فهي تعتبر مشكلة الى حد ما لان انت مش متوقع او معظم الناس مش متوقعين هيبقى الاجابة الصحيحة C most people do not expect it. طيب the underlined word humor is the antonym of what؟ احنا مر علينا في القطعة كلمة humor اللي انت بتبقى في المرحلة الثالثة بيبقى عندك هيومر الهيومر اللي هي يعني روح الفكاهة يعني روح الفكاهة اللي هي لما كنا بنتكلم عنها في المرحلة الثالثة اللي هي الادجستمنت. This is when you begin to realize things are not that bad your sense of humor in a sense of humor yes يعني بيبقى عندك نوع من الفكاهة أو روح الفكاهة. يبقى يا ترى كلمة sense of humor هنا المعنى بتاعها ايه؟ او هو طالب المعنى ولا الانتونيم؟ نقرا راس السؤال. هو عايز الانتونيم عكس الهيومر اللي هو السنس اوف هيومر الروح الفكاهه يبقى عكسها ايه؟ عكسها اللي هي سيريسنس دي سيريسنس يعني الجديه ما هوش واخد الموضوع بشكل فكاهي او نكت او غيره لا هو واخد الموضوع بجديه يبقى عكس هيومر هنا سيريسنس هو عايز الانتونيم. خلي بالك نقرا البرومت كويس هو طالب عكس كلمة humor يبقى seriousness دي الإجابة الصحيحة. طيب آخر سؤال بالنسبة للقطعة this essay is best categorized as القطعة اللي احنا قرناها من شوية دي هل هي persuasive يعني عايز يقنعك بشيء معين ولا informative؟ لا هي informative بتقدم لي معلومات معينة يعني علماء النفس بيقول لك ان في أربع مراحل للcultural shock وهي كذا وكذا وكذا يبقى دي حاجة مجرد انه بيدي لك معلومات informative يبقى القطعة ديت تندرج تحت الانفورماتيف ما هياش ديسكريبتيف مش بيوصف لي حاجه ولا ناريتيف بيقول لي على قصه سابقه وبيقول لي حاجات او معلومات يبقى انفورماتيف بي هي الاجابه الصحيحه. طيب دلوقتي ننتقل للسؤال الجاي اللي هو عباره عن الترجمه. زي ما قلنا يا جماعه ايا كانت القطعه مهما كانت طويله
انت ممكن تقرا اول 2 or 3 lines of each paragraph، يعني تقرا سطرين ثلاثه من بدايه كل فقره اللي بيكون فيها التوبيك سنتنس الخاصه بكل فقره او بكل paragraph، بتفهم المعنى العام، بعد كده تروح للاسئله عشان توفيرا للوقت يعني. اذا في سؤال او اتنين ما انتش عارفه ترجع بقى تشوف تحديدا اجابه هذا السؤال، وده بيوفر علينا وقت كتير، وفي نفس الوقت هو بيجيب لك معلومات كتيره جدا في القطعه مش بيسال عنها كلها، فبالتالي ما فيش داعي انك انت تضيع وقت انك تقرا كل المعلومات اللي بتبقى موجوده في القطعه. دي طريقه لو انت متعود عليها، تعودت عليها هتبقى افضل. متعود تقرا على تقرا كل حاجه اوكي، بس تراي تو دو ات فاست عشان ما تضيعش وقت كتير يضيع منك الوقت. طيب نشوف الترجمه from English to Arabic. نقرا القطعه او سوري الجمله الانجليش الاول. Cairo Museum is full of thousands of charming artifacts, making it a destination for tourists from all over the world. طيب يسخر متحف القاهرة بآلاف القطع النادرة الساحرة مما يجعله، طبعا هو القطع النادرة ومش الساحرة ديت هي artifacts مش معناها قطع نادرة. طيب يفخر متحف القاهرة، هو ما قالش يفخر، هو المفروض يسخر، يبقى ألف غلط وباء غلط. طيب جيم، يزخر متحف أو متحف القاهرة بآلاف القطع الأثرية الساحرة مما يجعله مقصد السياح من كل أنواع العالم، من كل أنحاء العالم. هي الجيم هي الترجمة الصحيحة، يزخر اللي هي full of. طيب thousands of charming artifacts يعني آلاف القطع الأثرية الساحرة، كلمة artifacts يعني قطع أثرية وcharming يعني ساحرة. making it a destination مما يجعله مقصد for tourists السياح from all over the world من كل أنحاء العالم. جيم فعلا هي أدق ترجمة موجودة. نقرأ دال بالمرة، يزخر متحف القاهرة بآلاف القطع الأثرية الغالية، هو ما قالش الغالية، charming مش معناها الغالي، يبقى بالتالي جيم فعلا هي أفضل ترجمة وأدق ترجمة. نقرأها مرة تانية، يزخر متحف القاهرة بآلاف القطع الأثرية الساحرة اللي هي بيقول Cairo Museum is full of thousands of charming artifacts making it a destination for tourists from all over the world يعني يجعله أو مما يجعله مقصد السياح من كل أنحاء العالم. طيب نشوف بقى ترجمة من العربي للإنجليزي، نقرأ الجملة العربي الأول. يعترض البعض على إنفاق الأموال الطائلة على استكشاف الفضاء معللين أن هذه الأموال يجب أن تنفق على تحسين مستوى معيشة الأفراد. طيب some object to spending huge quantities of money on space exploration, arguing that these funds should be spent on improving the standard of living of individuals. ممكن تكون إجابة صحيحة، بس نشوف الجمل الأخرى. B, some object to spending huge amounts of money on space expenditure. هو هنا ما قالش space expenditure اللي هو الصرف يعني في مجال الفضاء، هو قال استكشاف الفضاء، ما قالش الإنفاق على الفضاء، يبقى بي غلط. طيب سي، some object to spending huge amounts of money on space exploration arguing that these funds should be spent on improving the standard of living of individuals. اوكي طيب هو هنا amounts of money و quantities of money، كميات من الأموال، كميات كبيرة، وهنا أموال طائلة ممكن تبقى spending هنا huge amounts of money. huge amounts أو huge quantities أنا شايف ما فيش يعني فيها فرق كبير، بس خلينا نشوف الجملتين دول في الآخر لما نقرأ دي. طيب some object to spending huge amounts of money on space exploration arguing that these taxes معللين ان هذه الضرائب، هم قالش هذه الضرائب، قال هذه الاموال، يبقى بالتالي هنستبعد دي لانه ترجم اموال ان هي تاكسس ضرائب، ودي الترجمه غير دقيقه. يبقى احنا هنختار يا اما A يا اما C. هو الفرق الوحيد بينهم هو قال بالنسبه انفاق الاموال الطائله، A قال spending huge quantities of money، وقال في C spending huge amounts of money. خلينا نقول huge amounts of money يعني كميات ضخمه من المال، احسن ما اقول يعني quantities of money يبقى افضل شوي، يبقى C هي يعني ادق شوي. يبقى some object يعني البعض يعترض على spending huge amounts of money يعني صرف او انفاق اموال طائله او كميات كبيره من المال يعني
on space exploration على استكشاف الفضاء, arguing that these funds, معللين أن هذه الأموال should be spent on improving, يجب أن تنفق على تحسين the standard of living of individuals, تحسين مستوى معيشة الأفراد. يبقى C هي أقرب حاجة للإجابة الصحيحة. طيب شوف السؤال بعد كده, which of the following sentences is likely a part of a persuasive essay, ايه اللي ممكن تكون جزء او جمله من مقاله persuasive, يعني بتحاول تقنعك بشيء معين, ومش بس بتديلك معلومات informative, لا persuasive, بيقنعك ان انت تقوم بشيء معين او تعمل شيء معين. طيب our holistic headache medication will get rid of your headache with just one pill and fewer side effects than aspirin or ibuprofen. Be good to your body and try it today. يعني بقول لك ان الدواء بتاعنا المتكامل الخاص بدواء الصداع هيخليك تتخلص من الصداع في لما تاخد حبايه واحده, وان هو افضل من الاسبرين والايبوبروفين, وما يعني عنده اثار جانبيه اقل, فانت خليك كويس لنفسك وحاول ان انت تجربه اليوم. يعني اي دي ممكن فعلا تكون حاجه بيرسويسيف, واحد بيقنعك انك تعمل حاجه, انك تشتري الدواء بتاعه الجديد بتاع اللي هو اللي بيتعامل مع الصداع بشكل كلي زي ما هو بيقول يعني. طيب نشوف بي, توماس جازيل lives in East Africa's savanna and grassland habitat. ده بيتكلم على الغزال من نوعية معينة اللي بيعيش في الجراسلاند في منطقة افريقيا. دي حاجة انفورماتيف, مش الهدف منها ان هو يقنعني بشيء معين. طيب سي, يبقى بي غلط. سي, my dog's fur felt like silk against my skin, her black color, مش عارف ايه. بيوصف الكلب بتاعه ان الشعر بتاعه زي الحرير الى اخره. برضو دي حاجة ما هياش بهدف اقناعك بشيء معين, ما هياش persuasive يعني. يبقى سي غلط. طيب دي, the waves rolled along the shore in a graceful gentle rhythm. وهنا بيعمل description للأمواج وزي ان هي بتيجي على الشاطئ في بشكل معين بطريقة معينة. فاذا فعلا A هي الحاجة الوحيدة اللي انت بيحاول من خلالها يقنعك ان انت تشتري الدواء بتاع الجديد اللي هو الخاص بالصداع. يبقى this is a part of a persuasive essay, تعتبر جزء A هي الإجابة الصحيحة, تعتبر جزء من مقالة بتقنعني بشيء معين. طيب اخر سؤال في الامتحان, which of the following is correctly structured, انهي جمله تركيبتها صحيحه. هنلاحظ ان نقرا كده ايه, no country however rich can afford the waste of its human resources. هي الاولانيه صح, لا توجد دوله في العالم مهما كانت غنيه تقدر ان هي تضيع الهيومن ريسورسز, الموارد البشريه بتاعتها. دي الاجابه الصحيحه. طبعا however rich ديت جمله اعتراضيه ما بين two commas, فهي الإجابة الصحيحة. No country, نشوف B, no country however is rich, مش شرط أن نجيب الverb هنا, verb to be, can afford the waste of its human resources. No country rich however, ما ينفعش أقول rich however, لازم أقول however rich. يبقى هنا ترتيب الكلمات مش مظبوط. D, no country is however rich, زي ما احنا قلنا ما فيش داعي أجيب is أصلا. يبقى إذن الإجابة الصحيحة هي A. نقولها مرة أخرى, no country however rich can afford the waste of its human resources. والمعنى مفيش أي دولة في العالم مهما كانت غنية تقدر إن هي تضيع يعني مواردها البشرية. Thank you very much for watching, and inshallah in coming videos we will be answering more and more tests of English for third year secondary. Wishing you all the best.